يتغير الطقس وتتبدل ظروف الأحوال الجوية، ولا تتغير مشاهد المدن العراقية، ليس بتردي الخدمات فحسب، وإنما بالغضب الخارج من كل بيت إلى ساحات التظاهر ويريد اختلاع المنظومة السياسية الفاسدة. شوارع مدينة الحلة بمحافظة بابل لا تهدأ، اعتصامات مستمرة وإضراب عام وعصيان مدني. حقيقة ما خرجنا بطرين ولا خرجنا أشرين، إنما خرجنا مطالبة بالإصلاح، الإصلاح الذي ضاع على بلادنا منذ زمن طويل، منذ عقد من الزمن بل أكثر من ذلك. الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد عاثت به فسادا، لم تقدم أبسط المتطلبات التي حقيقة يطمح بها أبناء البلاد. تنشغل الأحزاب والكتل برعاية إيران في إعادة ترتيب اللعبة السياسية بعد استقالة عادل عبد المهدي، وأهالي محافظة بابل على الطرف الآخر كغيرهم من العراقيين منشغلون في إعادة ترتيب البيت العراقي بثورة ترفض كامل المنظومة الحاكمة منذ الغزو الأمريكي. احنا نريد التبديل بالأصح، والتبديل نريده من ساحات التظاهر. ما نريد احنا السوداني وغير السوداني وعلاني وسوداني، هذول كلهم مسيئين الى البلد. ما نريدهم ذولا، هم اساسهم يعني اساس الانهيار. احنا نريد من الشعب، الترشيح من الشعب، هو الشعب يختار رئيس وزراء صالح للشعب. نحن متظاهرين محافظة بابل، طلعنا مظاهرات من يوم 25 ولحد الان، نطالب باستقالة هاي الحكومة، برلمان، الاحزاب. نريد وجوه جديدة، وما نريد محاصصة وما نريد طائفية، وإن شاء الله نقلعهم من جذورهم بجاه هو الحسين، نخلص من عدهم وما نعجز، ونظل صامتين ونظل هنا ناصبين مواكبنا وما نتراجع إلا نشرحهم من العرق كلهم إن شاء الله. الطالب الطبقة السياسية كفاكم استفزاز لهذا الشعب من خلال تصريحاتكم على الفضائيات، كل ما تستفزون الشعب سوف ينهض أكثر ضدكم، وعليكم الآن أن تراجعوا أنفسكم، أنتم لا تملكون مبادئ ولا أهداف. إصرار حكومي على البقاء في السلطة من مبدأ باطل، يقابله إصرار شعبي على الحياة من مبدأ الحق، كل يتابع طريقه مع حفظ الفارق بين من يسلك طريق الفساد والتبعية والخيانة وبين من يسلك طريق الثورة والحرية والكرامة.